الهودج سلسلة من الأشرطة الوثائقية التي تعرف بطقوس العرس المغربي الآيلة إلى الاندثار بالعديد من المناطق المغربية. السلسلة الوثائقية تعرض كل ثلاثاء بالقناة الأولى لمدة 52 دقيقة في قالب يمزج بين التوثيق والدراما. أنا سعيدة جدا هذه الليلة لأنني كان حقق واحد الحلم، أنني استطعت في هذه المحطة من المسار المهني أنني نقوم بإنجاز واحد سلسلة من البرامج الوثائقية عن العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج بالمغرب، واللي من خلالها تحاول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية توثيق وتثمين الذاكرة الشعبية المغربية. بالصوت والصورة نجح الطاقم التلفزي في توثيق هذا الماضي السليد من خلال استعادة تشخيص الأعراس في حلتها التقليدية. أبطال السلسلة لا علاقة لهم بالتمثيل، هم فقط سكان المناطق التي يحط بها الطاقم الرحال. هي سلسلة وثائقية فيها دراما، كنحاولوا نقربوا المشاهد المغربي من الأعراس التقليدية ديال زمان اللي حاليا صراحة بدأت في انقراض. وطبعا الفكرة كانت الإخراج ديالها شوية صعب لأنه كانت عامل مع ناس ماشي محترفين. السلسلة الوثائقية الهودج التي عرضت أمس بمسرح محمد الخامس والتي تم تصويرها بمدينة خنفرة ستبث اليوم على الساعة 10:15. من خلالها سيستكشف المشاهد جمالية هذه الطقوس ويقوم بصبر أغوار هذا الموروث الشعبي.